لازم نطلق عليها نعطيها يعني نقاط مهمة. ليش نعطيها نقاط مهمة؟ لأنها تعتبر عندنا هي من الأشياء اللي أي صاحب مشروع مثل ما قلنا حساسة لها. إذا كان السعر أحيانا مبالغ فيه، تكلفته عالية، ممكن العميل هنا ما يتقبل هذا السعر، صح ولا يقول لكم بالغتوا في حسابكم؟ وإذا قللنا قال والله الجودة منخفضة. عشان كذا إحنا نقول التسعير تعتبر عملية جدا عندنا هنا مهمة، وهي طبعا استراتيجية من استراتيجيات اختراق السوق. مثل ما الآن سامسونج صار مثلا له دور كبير في الدخول في مثلا في الجوالات الذكية، كانت عنده طريقة التسعير هي من النقاط المهمة في اختراقه ونفاذه إلى السوق. طيب قبل لا ندخل في بعض ناخذ بس بفكرة عن موضوع التسعير. طبعا التسعير له تعريفين، من وجهة نظر المستهلك وكذلك من وجهة نظر الشركة أو صاحبة مزودين الخدمة. فالسعر بالنسبة للمستهلك يعتبر تكلفة، وهو ما يرغب العميل في دفعه من أموال طيب أو أحيانا وقت أو أحيانا تكاليف سيارة أو شيء مقابل أنه يحصل على منتج أو خدمة ما. هذا الآن هو السعر اللي قاعد يحسب العميل لما يبغى يحصل على خدماتك. فهو لا يحسب فقط مثلا سعر الاستشارة أو سعر الدورة التدريبية أو سعر التصميم، لأنه قاعد يحسب معاه الأشياء، وقته، المواصلات اللي يحتاجها. فهذا الآن من جانب العميل. بالنسبة لنا إحنا كتسعير، فإحنا راح ناخذها إن هي عملية حساب التكاليف والأرباح الممكنة للوصول إلى السعر التسويقي لمنتجك أو لخدمتك. طيب التسعير بالنسبة لنا اللي قاعدين الآن نسويه إحنا في دورتنا التدريبية، حساب التكاليف والأرباح الممكنة حتى إن إحنا نصل إلى السعر التسويقي المناسب لمنتجاتنا. ممتاز، هذا الآن هو تعريف عملية التسعير. طيب نجي نكمل موضوعنا وحديثنا الآن في عملية التسعير. التسعير له عناصر خمسة أساسية مهمة جدا في الآن في تسعيرك الخدمات، أنك تأخذها بعين الاعتبار. احفظ زين هذه العناصر الخمسة، خلاص هذه العناصر الخمسة تعتبر عناصر جدا مهمة لما تجي تبغى تقوم بعملية التسعير للخدمات اللي موجودة عندك. ناخذها نقطة نقطة. أول شيء عندنا في عملية التسعير أن التسعير يكون يغطي تكاليف الإنتاج. حتى لو كنت أنا قاعد أقدم، لو كنت أنا قاعد أقدم خدمات في تكلفة للإنتاج مثل ما تكلمنا عنها قبل شوي، لذلك لازم في التسعير أكون أنا غطيت كل التكاليف عندي. وش التكاليف اللي لازم أغطيها في التسعير؟ التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة. هذا رقم واحد. العنصر الثاني هو العميل. العميل العميل. الآن أنت في عملية التسعير لابد تأخذ في الاعتبار وتكون ماخذ في ذهنك وحسابك من هو عميلك، من هو عميلك المستهدف. طيب أحياناً بعض العملاء لو أنت الآن رخصت في سعرك ونزلت السعر مرة، يمكن العميل ما يبغى يتعامل معك لأنه في اعتقاده ونظرة أن هذا مرتبط بالجودة ومن عملك قليل، يعني أنا الآن لا أبغى شيء هاي كواليتي. فأنت لما تقول لي تبغى تسوي لي تصميم لوجو ب200 ريال، لا لا. لكن لما يروح مصمم ثاني ويقول له التكاليف التصميم اللوجو ب2000 ريال، أنا هنا أتوقع أن شغله أفضل من شغل بمتيريال. لذلك أنت لابد تأخذ في اعتبارك هذا العميل اللي أمامك. زين، يعني يا جماعة الخير ترى مو دائما السعر الأقل هو الأنسب والأفضل. عشان كذا إحنا نقول في التسعير لازم تأخذ في اعتبارك العميل. طيب برضو في نفس الوقت أنا الآن منهم الفئة اللي أنا قاعد أستهدفها؟ إيش الباكج حق الأسعار اللي راح يكون هو مقبول ومناسب بالنسبة لهم؟ هذه من العناصر المهمة في عملية التسعير. يعني كون الآن مثلاً نأخذ عملية تسعير في مجتمع ما مثلاً في بلاد أخرى، ونجي ناخذ نفس منهجية التسعير ونطبقها على عملائنا هنا، ليست منهجية صحيحة. لأن هنا الآن العميل اللي عندنا قوة الشرائية، ظروف السوقية مختلفة عن العميل اللي موجود في الخارج. طيب لذلك لابد احنا ناخذ في الاعتبار هذا الشيء حتى لو كان في مجال تقديم الخدمات. طيب حتى لو كان في مجال تقديم الخدمات، اذا وهذا اللي نشوفه مع الشركات الدولية العالمية لما يكون عندها تقديم خدمات في دول مختلفة، يكون في بعض الأوقات عندهم تسعيرة مختلفة للخدمات اللي موجودة عندهم على حسب كم الآن ممكن العميل يدفع في هذا البلدة، كم ممكن يدفع في الدولة الأخرى. العنصر الثالث من عناصر التسعير واللي يعتبر أيضا من العناصر المهمة، وضع المنافسة في السوق. لابد أنت في عملية التسعير غير أنك حسبت التكاليف وغير أنك أخذت في اعتبارك من هو عميلك، لابد تأخذ في النظر
بجانب المنافسين، كم أسعار المنافسين، كم متوسط الأسعار في السوق؟ ترى جماعة هذا مهم عندنا في التسعير. أنت لست وحدك في هذا المجال، لست وحدك في هذا السوق، سوق مفتوح. فهو راح يقارن خدماتك ويقارن الخدمات اللي يقدمونها الآخرين. أنا بأخذ تسعيرة مثلا، أنت الآن كمحامي كم تقدم لي هذه الساعة، أنت الآن كطبيب كم دخول الجلسة والاستشارة عندك، وكم الأسعار اللي موجودة في السوق. طيب هذه العملاء من الأشياء اللي هم يقدرونها، فلا بد إن احنا ناخذ في الاعتبار عندنا كم متوسط الأسعار في السوق في تقديم مثل هذه الخدمات، في تقديم، راح تركزوا معي، مثل هذه الخدمات. لأن الخدمات، مصطلح الخدمات كبير، فالخدمات مستواها مختلف، ليس مستوى واحد. عشان كذا أنا أقول في السوق اللي أنت تعمل فيه بناء على العملاء اللي أنت قاعد تستهدفهم كم متوسط الأسعار في هذا المجال. طيب أحياناً في أطباء، في مستشارين يقول لك أصلاً الساعة عندي ولا عشان تدخل عندي مثلاً كشفية 1000 ريال. ليش هنا السعر الآن يعتبر مختلف؟ لأن أصبح في قيمة للعلامة التجارية. أنت الآن اسمك كمقدم الخدمة يعتبر براند. فالآن أنا بالنسبة لي مثلاً بأخذ استشارة من المحامي فلاني، أو بأخذ استشارة من هذا الطبيب، أو دورة تدريبية عند هذا المدرب، طيب زين، أو حصة عند هذا المعلم، هذولي أو الآن كلهم قاعدين يقدمون خدمات أو استشارة عند هذا المحلل المالي أو المستشار المالي أو خطة تسويقية عند هذا المستشار التسويقي. كل الناس اللي قاعدين يقدمون خدمات لهم قيمة. طيب لهم قيمة، يعني القيمة هنا مو بأقصد سعر، لا، في فائدة. فأنا مثلا أقول ممكن أني أدفع لهذا المحامي في الاستشارة 1000 ريال في الساعة، ولا أدفع على 10 محامين كل محامي 100 ريال الساعة. ليه؟ لأني أعرف أنا من خلال خبرة هذا المحامي في هذا المجال وفي هذا السوق في القضية اللي موجودة عندي، أعرف أني 1000 ريال وضعتها في مكانها الصحيح، لأن مكتب الفلان أو المستشفى الفلان أو الطبيب الفلاني أو أيا كان أصبح لهم قيمة لعلامتهم التجارية. فإحنا لما بناخذ من عندهم عمل نتوقع ونتصور أنه فعلا هذا العمل عمل كبير وضخم، لذلك أنا هنا دفعت مبلغ زيادة للمكتب، للعلامة التجارية اللي هم يحملونها. وهذا اللي يسوونه أحياناً بعض الناس اللي يدور تسعير أحياناً أقل من السوق أو رخيصة، تلقاه يجي للمكتب الفلاني، ولو إنها طريقة يعني في أوقات ما تكون برضو أخلاقية، يجي مثلاً للمصمم الفلاني، والله مثلاً مكتب هندسي عندهم مصمم جيد معروف، وهو أصلاً يعمل في هذا المكتب الهندسي براتب، في حاول يوصل له بحيث إنه يقدم لنفس هذا التصميم برا المكتب بسعر أقل. طيب ليش صار هنا سعر أكثر للمكتب الهندسي هذا؟ لأن هذا المكتب الهندسي عرف بتصاميمه الفريدة والمميزة، وأصبح لها قيمة عالية مستعدين العملاء يدفعونها. طبعا ما داخل في التفاصيل حقت مثلا هذا الشخص اللي يتعاقد، بس عشان أوضح لكم وأبين لكم وش يعني هنا حديثي عن قيمة العلامة التجارية. طيب بعدها عندي برضو هنا في جزئية التسعير مستوى توفر الخدمات. مستوى توفر الخدمات هنا يجي دور عندنا العرض والطلب، يجي عندنا دور العرض والطلب. يعني الآن مثلا لو واحدة من الأخوات هي مصممة أزياء، وجاي إحنا في موسم زواجات وأفراح وفي ضغط عليها في الطلبات، هل تسعيرتها راح تكون نفس تسعيرة التصميم اللي تكون في أيام الدراسة وقلة مثلا في المناسبات؟ هل التسعيرة بتكون واحدة؟ في أوقات تكون واحدة، يعني يأخذونها المصممات المتوسط، لكن إجمالا بكل تأكيد أنه الوقت اللي بيكون فيه ضغط عندهم وفي طلب عالي عند هذه المصممة ما راح تتنازل تعطيك أي خصومات على الأسعار اللي عندها. وفي الوقت اللي بيكون السوق فيه ركود، فيه هدوء، فيه مرونة عند هذه المصممة المتميزة في تقديم أسعار أقل. هنا وضحت وش معنى التوفر والأفيلابيليتي. فأنت لابد تكون عندك هذه المرونة بناء على إيش الآن حجم الطلب على هذه الخدمات عندنا في السوق، بناء عليها تكون التسعير. لذلك طبعا هذه الان العناصر الخمسه المهمه. طبعا انا احب بس اعطي معلومه سريعه في موضوع التسعير. في دراسه سووها ايش اهم اسباب فشل الشركات، تدرون يا جماعه الخير ان من اكبر الاسباب فشل الشركات اللي يشكل عاده 18% هو ان الشركات هنا او المشاريع مش عارفه، عندها مشكله في التسعير وعندها مشاكل في حساب التكاليف. تخيلتوا معي يعني اقوى 20 سبب ليش الشركات تفشل وتخسر والمشاريع
تتوقف 18% من هذه المشاريع. السبب الرئيسي فيها هو الخطأ في حساب عملية التسعير، وكذلك الخطأ في احتساب التكاليف. ممتاز. أو في يعني تقدير التكاليف وبناء عليها دفعها في محلها المناسب والصحيح. طيب، التسعير عندنا برضو من أهميته مثل ما ذكرنا أنه سبب من أسباب الفشل، هو أيضا يا جماعة الخير يعتبر التسعير ميزة تنافسية وأسباب من أسباب النجاح. وعندنا تو سعودي براند، طيب علامتين تجارية سعودية أمام عيونكم، هاف مليون أو مايسترو، نجحوا في الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء، وكان سبب رئيسي في تميزهم. ولا يعني ذلك قل الجودة عندهم، ولا يعني ذلك قلة خدمة العملاء، ولا يعني ذلك قلة الانتشار، لكن كان علامة أساسية مميزة عندهم أعطتهم ميزة التكلفة cost advantage، اللي هي كيف أني أقدم منتج مشابه بسعر أفضل من المنافسين الآخرين. كما أن التسعير أصبح عندنا هنا سبب لخسارة المشروع، هو أيضا سبب عندنا في نجاح وتميز المشروع. إذن في اختيارنا في أسلوب التسعير إحنا بين ثلاثة خيارات. الخيار الأول نجيب سعر منخفض، طيب ما يمكن تحقيق أرباح من هذا السعر. طيب أجيب سعر عالي، لا يمكن تحقيق طلب عند هذا السعر، ما في عملاء راح يدفعون هذا السعر العالي. لذلك إحنا لا نقدر نأخذ سعر منخفض ما يحقق لنا أرباح، ولا نأخذ سعر عالي ما نقدر نحقق فيه طلبات ومبيعات اللي إحنا نبغاها. لذلك نرجع نجعل عندنا في الخدمات عندنا ثلاث استراتيجيات تعتبر عندنا مهمة. الاستراتيجية الأولى اسمها الكوست بلس، والاستراتيجية الثانية اللي هي الكومبيتيشن بيست، سعر المنافسين وسعر البديل، والاستراتيجية الثالثة اللي هي الفاليو بيست، اللي هي على أساس التقييم المستهلك لسمات المنتج المميز. طيب أنا بعطيكم شرح بسيط على هذه الأشياء. طيب عندنا مثلا الآن أنا عندي مكتب أقدم فيه خدمات استشارية، خلاص قلنا عندي الآن التكاليف نوعين، تكاليف مباشرة وغير مباشرة تشغيلية. فأجي الآن أحسب أنا التكاليف المباشرة، كم سعر ساعة المستشار؟ فأجي أقول مثلا الآن سعر تكلفة ساعة المستشار عندي هنا، حتى لو بعضكم حاب يكتبها ترى يكتبها عادي. فأقول عندي مثلا هنا تكلفة ساعة المستشار هي 1000 ريال، خلاص هذه الآن التكلفة المباشرة. طيب أنا عندي كم واحد راح يكون مع هذا المستشار في دراسة الجدوى، خلينا نسميه المشروع دراسة جدوى لمشروع مستشفى. من الفريق اللي راح يعمل فيه؟ عندي المستشار وقلنا ساعته 1000 ريال، ممتاز، ساعة المستشار هنا 1000 ريال، وعندي كذلك موظف راح يكون معه مساعد باحث راح يكون راتبه في الشهر وتكاليف إجمالي راتبه 5000. إذن كم التكاليف عندي هنا المباشرة؟ أجي أقول راتب هذا الموظف مدة شهر الآن، لأن هذا المشروع مدة شهر، راح تكون 5000 ريال هذه الآن التكلفة، ممتاز 5000 ريال. طيب وش تكاليف مباشرة ثانية؟ أقول هذا المستشار راح يعطينا من وقته لهذا المشروع 20 ساعة، كم تكلفته؟ 20000. إذن 20000 و5000 هذه تكاليف مباشرة، كم طلع إجماليها؟ طلع إجماليها عندي 25000 ريال هذه التكاليف المباشرة. طيب كم التكاليف الغير مباشرة؟ والله احنا نقول عندنا أجار مكتب، وعندنا تسويق قاعدين ندفع عليه، وعندنا عقود صيانة وترتيب للمكتب، وعندنا بعض الإهلاكات اللي قاعدين طيب نستخدمها على الأجهزة عندنا. أنا ما ودي أنا أشتتكم في حساب التكاليف الغير مباشرة، هي تسمى بالأوفرهيد كوست، طيب أو تسمى الأندايركت كوست طبعا، الأوفرهيد كوست أو بعضهم يسميها تكاليف إدارية. هذه التكاليف فإحنا قلنا الآن خلونا ناخذها كنسبة، بناخذها بنسبة 30% من تكلفة المشروع. فقلنا الآن 25000 هذه تكلفة المباشرة، تكاليف مباشرة. كم الغير مباشرة؟ قلنا نبغى نخليها 30%، فراح يكون مجموعها راح يكون 12500. هذه التكاليف الغير مباشرة قلنا مجموعها الآن 12500، خلنا نحسبها مع بعض، 25000 ونبغى نحسب 30%، عفوا سوري، راح تكون 7500 ريال. 7500 ريال هذه التكاليف الغير مباشرة، حسبناها كيف؟ بنسبة 30% من إجمالي التكلفة المباشرة. أعيد، التكلفة المباشرة 20 ساعة للمستشار والمساعد حقه اللي أدفع له راتب شهري 25000. كم التكاليف الغير مباشرة؟ أضرب 25000 في 30% فاصلة 30،
أو أحط رقم 30 وأحط علامة مئوية، كم يطلع لي؟ 7500 ريال. إذا 7500 ريال زائد 25,000 كم راح يكون عندي تكلفة؟ 32,500. هذا الكوست كامل حق تكاليف التشغيل. طيب يا غالي، كم تبغى الآن تحسب أنت أرباحك؟ تقول والله أنا أبغى ربحية 50%، فأنا بناء على هذا السعر عشان أبغى أربح 50% أضربها في فاصلة 5 أو أكتب 50%، فلو ضربناها في فاصلة 5 راح تكون معنا 16,250. كم الربحية اللي أبغاها؟ صارت 16,250 اللي هي تعادل 50% من إجمالي التكاليف. طيب 16,250 كم قلنا عندنا الآن التكاليف؟ 32,500. كم السعر للعميل؟ بعطيه عرض سعر وأقول تفضل، هذا الآن عرض السعر عندك، إجمالي التكلفة هي 48,750 ريال. طبعا هنا خلونا نحسب التسعير بدون الضريبة زين عشان ما نلخبط أنفسنا بكثرة الحسابات. طيب الآن أنا حطيت 50% ربحية وطلع لي السعر للعميل لدراسة الجدوى ب 48,750. هل ممكن أنزل؟ ممكن أنزل. إلى أي حد ممكن أنزل؟ إلى أي حد ممكن أنزل؟ ممكن أوصل إلى درجة إني أنزل إلى 32,500 اللي هو السعر اللي ما في ربحية لكني غطيت تكاليف مشروعي، ممكن شيء هذا. لكن هل ممكن أنزل عن 32,500؟ لا، لأن هذا بيؤدي لي لوين؟ إلى الخسارة. طيب وضحت يا جماعة الخير؟ الطريقة هذه الأولى اللي هي الكوست بلس، إني حسبت التكاليف وأضفت عليها مش ربح 50%. طيب جاء العميل وقال لي لا كثير، بعطيه خصم زيادة بخلي ربحيتي 40%، طلب خصم زيادة بخلي ربحيتي 30%. خلاص؟ أنا يمكن أقول مثلا والله أنا مستحيل أقبل إني أدرس جدول أي مشروع في مكتبي الاستشاري بأقل من 30% أرباح، فمعناها إيش؟ أني بعطيه خصم 20% إضافية، ما وافق عليها أقول أنا ما أقدر أتقبل مثلا عرضك أو أني أخذ معاك هذه الدراسة. أيوة، هل أنا أعمل لي وحدي في السوق عشان أقدر أحسب هالطريقة وأحط لي 50% أرباح؟ لا، في سعر اسمه سعر المنافسين وسعر البديل. فبيجي صاحب هذا المشروع الجديد ولما أنا قلت له سعر دراسة الجدوى 48,750 قال يا أخي سعرك كثير مرة، راح يبحث عن بدلاء ولقى واحد ب10,000 ولقى واحد ب15,000 ولقى واحد ب20,000، كلهم قاعدين يقدمون دراسة جدوى، فهو قال أنا فرصة أروح لهذولي وأخذ منهم دراسة الجدوى. لذلك أنت مهم كصاحب مشروع لما تسعر خدماتك حط في اعتبارك كم أسعار المنافسين ومتوسط الأسعار في السوق وأسعار البديلين. طيب يمكن أنا أجي للنقطة الثالثة اللي هي الفاليو بيست، فأنا بناء على مستوى الدراسات اللي أقدمها ومستوى الأبحاث والبيانات اللي عندي، فأنا جعلت لنفسي أصلاً براند، اسم مكتبي طيب يعتبر مثل البراند اللي يثق فيه العميل في معلوماته، في التعب اللي هم يقدمونه، الفريق اللي موجود. طيب فأنا راح أخذ دراسة جدوى محكمة، فأنا هنا أصبح العميل تقديره للقيمة لأني أنا أعتبر مثل البراند، فمستعد هو يدفع مبلغ أكثر من المكاتب الأخرى اللي بيقدمون له ب10,000 و5,000 و15,000. ليش؟ لأنه يثق في المكتب عندنا واسم مكتبنا اللي احنا قاعدين نقدم فيه الدراسات. ليش هو يثق في اسم مكتبنا؟ لأن احنا 20 سنة في السوق ويعرف أن المشاريع الكبيرة اللي ناجحة في السوق تطبيقات جديدة جت عن طريق هذا المكتب، وهم اللي كانوا مسويين دراسة جدوى. لذلك هو متحمس أنه مستعد يدفع المبلغ هذا العالي لأن هنا أصبح تقديره للقيمة. فأنت هنا لما جيت كصاحب مشروع أنت صح أنك حسبت التكاليف، لكنك ليش حطيت 50% كأرباح؟ لأنك تقول أنا هذه قيمة مشروعي، هذه قيمة الخدمات اللي أنا أقدمها، وبناء على هذا الشيء راح يكون أنت الآن من هم العملاء اللي تستهدفهم، من هم اللي أنت الآن تبغى تكون متميز عنهم. طيب هذا الآن يا جماعة الخير هو بعض أساليب اللي احنا تكلمنا عنها بشكل مختصر. طبعا لا أخفيكم صراحة فيه يعني تفاصيل أخرى في الحديث عن استراتيجية تسعير الخدمات، لكن هنا حاولنا نمر على الأشياء الأساسية وعلى التكاليف الأساسية اللي من خلالها أقدر أنا الآن أضع سعر مناسب لخدماتي. الفاليو بيست هذه اللي أنا أبغاكم تحطونها في اعتباركم، أنت وش تبغى يكون مستوى عملائك. لا ترخص نفسك بسعر القليل بعدين تقول العملاء ما هم قاعدين يدفعوا لي، لأنك أنت اللي نزلت سعرك من البداية، فأنت اللي راح تقدر
كم تكلفة الساعة عندك، كم أسعار السوق، منهم عملائك، وبناء عليها تقدم هذا السعر المناسب. هذا هو الميكس اللي أنت تحتاجه حتى أنك تجي بالتسعيرة المناسبة. أتمنى أن في نهاية هذا اللقاء تكون إن شاء الله الصورة واضحة لكم كيف أننا ممكن نقوم باستراتيجية التسعير الخدمات. لأي استفسارات أخرى بإذن الله إحنا والزملاء والزميلات سواء في منشآت، في مركز دعم المنشآت، عبر تطبيق نوافذ، برنامج الاستشارات، إن شاء الله مستعدين أن نساعدكم ونقدم لكم الاستشارة اللي تحتاجونها على حسب مشروعك الخاص فيك، سواء كانت في تسعيرات الخدمات أو في تسعيرات المنتجات. الله يسعدكم ويحفظكم ويوفقنا وياكم لكل خير، وسعدت بالتواجد معكم، وبإذن الله لنا إن شاء الله لقاءات أخرى. الله يعطيكم العافية، في أمان الله.